المجال. نعم، إذا العملية قد ربما في بدايتها ربما إذا كان أمكننا تحدث بلغة الأرقام بالتقريب ربما عدد الإحصائيات الخاصة بالتجارة يعني عدد الإحصائيات يعني على مستوى الغرفة وعلى مستوى يعني مديرية التجارة يعني ما بين يعني والصناعة يعني يكون واحد الألف هكا يعني ألف ما بين ألف تاجر ومتعامل اللي رايحة، ولكن هذه الإحصائيات الأولية الإحصائيات الأولية والكلية لأنه كاين كتسجيل الملفات حنا لازم اللي ما توفرش فيه الشروط ولازم اللي ما يكونش عندها تصريحات أكيدة وحقيقية راح يستثنى من هذه العملية لأننا كما قلت كاين قانون اللي يردع هذا الناس اللي ما عندهمش يعني يعطوا تصريحات كاذبة. هذا هو الشيء اللي نتكلم عليه يعني من ناحيه قانونيه ومن ناحيه تضامن. احنا لما كنت تضامن لابد ان ماذا بينا يعني هذا التضامن يروح للمستحقين ما يروح لان الواحد متضرر ماشي واحد ماشي متضرر يروح ينافس واحد ماشي متضرر يعني هذا يعني احنا ماذا بينا هذا يعني شهر رمضان معظم لابد ان نتحلى بالاخلاق الكريمه ونتعاون في هذا الميدان. هذا هو الشيء.